السلام عليكم جميعا، ياكم مهندس مصطفى احمد. اليوم راح نتكلم عن خاصيه جديده وهي منتجات مورال. خصائص كيبل مورال موديل 60-11 هو كيبل يو تي بي كاسكس، يجي بكره 305 متر، ينسحب من هالكيبل بهالصوره. الجاكيت مال كيبل نوعه بي بي سي جديد مو معاد، روس كومبلمنت 75 درجه مئويه. الكيبل يتوفر بثمان الوان، مناسب اذا عندي سيستم كاميرات او سيستم داتا سنتر، كل سيستم له لونه الخاص. الكيبل خاص للاستخدام الداخلي، ضمان 15 سنه. الكيبل معبر بي ترافيك 1 جيجا، المسافه حوالي 150 متر، 100 ميجا المسافه حوالي 200 متر، 10 ميجا المسافة حوالي 300 متر. الكابل يدفع بي او اي للكاميرات حسب السويتش، المسافة توصل حوالي 250 متر. معبر عليه فولتية 48 فولت بدون مشاكل، المسافة توصل حوالي 900 متر. خلينا نشوف مكونات الكابل. الانسيليشن مال واير جديد مو معاد. لاحظ عدد اللفات بالبير الوحدة كبير حتى يقلل لي الانترفيرنس ويعطيني ترافيك عالي لمسافات كبيرة. هذا يسموه الريب كورد، يسهل لي عملية قشط الكيبل. نقشط الواير حتى نشوف السيم. طبعا الكيبل نحاس نقي بيور OFC، نسبة النحاس تقريبا 99.9%، وهمين عابر اختبار الفلوك تيست. طبعا شو ميز كيبل النحاس النقي عن كيبل التجاري CCA؟ بالكيبل التجاري من حرقة هالطريقة، لاحظ بعدين يبدي الكيبل يذوب، هيذوب تدريجيا، شوف شلون. بينما بكيبل مورال النحاس من احرق السيم الطريقة راح يبقى محافظ على قوامه وما يتأثر مثل كيبل سي سي اي. لهنا خلص فيديو اليوم، نشكركم على حسن الإصغاء ونلتقيكم بفيديو جديد وخاصية جديدة ويا منتجات مورال.